اهلا وسهلا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. انا مواصله في الريجيم نتاعي، دونك صحيح مانيش باش نهبط لكم المنيو كامل، مي سان امبيش باش نهبط لكم المنيو برينسيبال اللي هو بكله خضره وصحي وفي برشا منافع. اليوم اخترت باش نحضر مرقه خضره والفول، توا وقت الفول، الفول كله فير دونك اون بروفيت، وبنين على الاخر انا نحبه على الحقيقه نموت عليه. دونك فطورنا اليوم باش يكون مرقه خضره وفول بالدجاج، زدت معاه سلايطة وكيس سيترونات وقدمة هكا من البان كومبلي وقدمة من خبز الشعير. هكا وريتكم في اول فيديو الكونتيتي. دونك نبداو بسم الله. حطيت شوية زيت زيتونة لهنا باش نطيب زيت زيتونة، عندي تروف نتاع الدجاج، الخضرة باش تكون شوية سلق شوية سبناخ، عدس احمر، الفول، الحمص، بصل واللفت. دونك ما شاء الله وزدتهم سفنيليا زادة بالا باش ما ننساش. دونك كلهم فيتامينات وكلهم منافع حتى من غير ريجيم، ضروريه مرقه الخضره بصراحه مره في الجمعه ما فيها حتى كلام سورتو للصغيرات. حطينا توا الزيت والدجاج، باش نحطوا معاه شويه من البصل هكا اللي قصيناه باش نقليهم شويه معاه، وهكا كي تغلي شويه وبريسك قريب تيب والكل باش نرميو البطاطا. انا قصيت كعبتين بطاطا دي كوب هكا على جنب، خاطر باش ما تهباش، خاطر تحطها من الاول مع الخضره تهبى وهكا تخلبز لكم المرقه. باش نزيدو مغرفه نتاع ماكله طماطم كونسونطري، بون مش نيفيتيو ان نقليو برشا، باش نمرقها بشويه ماء باش تكون صحيه. بون 90% خاطر طماطم كونسونطري كمان اونيفيت باش نقليوها هكا هاو. فوالا دونك حطينا شويه ماء، باش نحطوا توا اللفاحات نتاعنا والثوم. هنا حطيت بويسك هي بالدجاج، باش نحط زوز سنينات ثوم مرحيين، الدجاج راهو يحب برشا الثوم. دونك في المرقه ولا في الكسكسي ولا في اي حاجه راهو حاجه بالدجاج لازم تحطوا معاها ثوم باش يفوحها كمان. باش نحطوا اللفاح نتاعنا مغرفه صغيره فلفل اكحل، مغرفه صغيره كركم، مغرفه كبيره فلفل احمر، مغرفه كبيره تابل وكرويه، والملح بالطبيعة اللي باش يكون اشتر الكونتيتي اللي معتادين عليها. دونك هذو هما فحاتنا نتاع المرقة نتاعنا اليوم. توا باش نحطو الخضرة الكل اللي تتطلب شوية وقت في التياب نتاعها هاكا مقصوصة مغسولة حاضرة تعمل 66 كيف، والحمص بالطبيعة منعرفش كان سميتهولكم قبيلة ولا لا. سهلة ماهلة ما فيها حتى شيء، كلها منافع صحية تعمل 66 كيف اون بلوس بنينة تهبل. نجمو طيبوها بالبقري، نجمو طيبوها بالحم العلوش، انتوما والمتوفر عندكم. توا باش نعبيوها بالماء، نغطيو كل الخضرة الكل ونخليوها تيب. رجعت لها توا كيما تشوفوا هكا الخضره بريسك طابت، باش نزيدو البطاطا ونخليو البطاطا تطيب على روحها ونرجع لها في الاخر باش نزيدو قرين فلفل اخضر، وهكا تكون المرقه نتاعنا حضرت ريحتها فاوحه. نودكم ومنشهيكم حسير وتعمل 66 كيف. قالنا توا كان نحطوها فك صحين وهكا نكونوا كملنا غسيتنا لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ما تنسيوش كالعاده لايك على الفيديو، ابوني على شين يوتيوب، نستنى لي كومونتير نتاعكم. مرحبا بكم الناس الكل وصحه وبشفاء.